رحلات الاتحاد للطيران خالية من التدخين. Etihad flights are non-smoking. يمنع التدخين منعا باتا في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف الدخان. إن رابط بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام بهذه التعليمات يعتبر جريمة. Smoking is prohibited in all areas of the aircraft, including the lavatories, which are fitted with smoke detectors. Tampering with a smoke detector or non-adherence to these directions is a criminal offense. يجب وضع حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقاعد. All carry-on items must be secured in the overhead stowage or under the seat. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية المزودة بخاصية الإرسال مثل الهواتف النقالة وهي أجهزة مزودة بخدمة الواي فاي والبلوتوث أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. You must now switch off all electronic transmitting devices such as mobile phones, Bluetooth and Wi-Fi enabled devices or set them to flight mode. استخدام هذه الأجهزة غير مسموح به حتى يتم إطفاء معلمات عدم استخدام الهواتف. Use of these devices is not permitted until the no mobile signs are switched off. استعدادا للإقلاع. يتأكد بأن حزام المقعد مربوط بإحكام. إعادة ضع مقعدكم إلى وضعه العمودي. إعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهما المخصص وأن النوافذ مكشوفة. In preparation for takeoff, ensure that your seat belt is securely fastened. Seat back upright. Final check. نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران. We thank you for your attention and wish you an enjoyable flight with Etihad Airways.
خير أهلاً في أبو ظبي، شير توقيت محلي إلى الساعة 2:30 مساء. من أجل سلامتكم نرجو منكم أن تتعجل في موقع اسم المكان المربوطة بإحكام. إن تتوقف الدائرة كليا ويتم إدفاع علامات رد اعتماد المكان يرجع الحدود والحذر عند فتح الخزانة العربية. والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية قبل معادلتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع بشكل نهائي من المطار، لذا يرجع عدم التدخين إلا في المناطق المخصصة لذلك داخل فرد المطار. يمكنكم استلام أمتعتكم فور وصولكم من حزام أمتعة تحرك رقم 7. Overhead storage compartments and ensure that you have all your personal